مش مصدق نفسي. مش ايوه شويه لحمه في كفن كده وجركن كده، ده حاجه مش حاجه. اوكي، هل متطوع للقضيه ولا خدت اتعاب؟ والله خد الحبش منها، مش لاقي حاجه تطبخ عده سنين وهو ما بيصرفش على الولد جنيه. تحط نفسها مكان البنت دي قبل ما تقسو عليها هي كمان، لان انت يا اختي يا حنينه انت وهي عمرك ما هتكوني احن عليها على ابنها. بعض الشهود وبيقولوا ان كان ورثها حاجه كبيره جدا، لكن اخواتها طمعوا فيها. ماشي. الجديد معايا المستشار الشهير المتمكن من قضايا الراي العام. والله احنا جينا له سفر، جينا له من محافظه المنوفيه لحد مكانه هنا في طنطا عشان ربنا يبارك لك، عشان نتكلم معاه في القضيه اللي هزت الراي العام وهزت مصر كلها، قضيه الشرقيه السيده التي كنا عايزين نجيبها صراحه حتى في رمضان ده، وهي امانه خالعه وكده ومش عايزه. انا تقول لي مش عايزاك وانا قاعده في بيت ابوي، بس احنا عشان خاطر العيل. عارف من التليفونات؟ مش مصدق نفسي. مش ايوه شويه لحمه في كفن كده وجركن كده، ده حاجه مش حاجه. ما اسف شديد او المتهمه في كامل قوى العقليه، هو ده المريب كان في هذا الامر. عايزك عليا يا يما، ده تحاطبنا ما قلت لك خليها عندي، كل واحد يعيط لما انا بصوت ضعف. لا ما حدش قال لي خوفنا نقول. انا سمعت ان الاستاذ احمد حمد حامي كويس وفوضته ووكلته. حضرتك شقيق شقيق هناء؟ شقيق اخوها. جيت من الشرقيه الى مدينه طنطا بمحافظه الغربيه للاستاذ احمد حمد لي طبعا توكيله في هذه القضيه. هذه القضيه تمام يعني. واكلته. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ حضرتك وبالساده المشاهدين. قبل اي حاجه، قضيه زي دي شائكه، حواليها جدل كبير جدا، ايه اللي خلاك تقبل قضيه زي دي؟ والله انا اتربيت في بيت قانوني وتتلمذت على يد الاستاذ فريد الديب، وتعلمت منه ان المحامي لا يمكن ابدا ان يغلق بابه في وجه متهم سواء مظلوم او مدان، لان النيابه والمحكمه ما بيقرروش انه مدان الا في النهايه، المتهم بريء حتى تثبت ادانته. بالظبط. وانا كمحامي دوري لا يقل ابدا عن دور القاضي او دور النيابه، لان المتهم لا يمكن ابدا ان يتحاكم بدون وجود محامي. ومش معنى ان انا بترافع عن قاتل بقيت انا القاتل، عن سفاح بقيت انا السفاح، عن حرامي بقيت انا الحرامي. الناس عندها غلط ولغط وغير مدركة الامر ان المحكمة عشان تنعقد لابد من وجود المحامي زي ما لابد من وجود القاضي والنيابة. طب قولي حضرتك، هل متطوع للقضية ولا خدت اتعاب؟ والله اخدت اتعاب، والناس جيت هنا مكتبي وممكن في صور كتير تم تداولها. الناس جت لي من الشرقيه ومره واثنين وثلاثه، واخدت اتعابي اللي انا اتفقت عليها. على انا ليه بسال السؤال ده؟ لان في محامين كتير بيجروا ورا القضايا المشهوره او قضايا الراي العام او القضايا اللي بتهز مصر عموما، فيبتدوا يدوروا عليها علشان ايه؟ مزيد من الشهره. فانا كنت يعني حابه ان انا اسال السؤال ده واخد اجابته اني لا، القضيه جت لحضرتك. مفيش محامي يا فندم بيقدر يمسك قضيه الا بموافقه المتهم او اهل أكيد المتهم، اكيد، لان دي مش القضيه الاولى الشهيره. مقتنعين بيه كمان. دي مش القضيه الشهيره الاولى اللي حضرتك مسكتها، لان حضرتك ليك قضايا راي عام كتير، يعني زي قضيه الطيار عندنا في قوسنا. ايوه، وابن الاعلامي توفيق عكاشه، ومحمد عادل قاتل نيره اشرف. فدي أيوة. مش اول قضيه لحضرتك. تمام. ندخل في الموضوع. هل السيده سيده الشرقيه، هل هي فعلا مختله عقليا؟ من وجهة نظري أنا إن هي مختلة عقليا، و معايا أدلة كتير على كده، ومعايا مستندات كتير تؤكد ذلك للرأي العام. يبقى دي مش وجهة نظر حضرتك، احنا مش بنتكلم في وجهات نظر. ما يا فندم، أنا حتى الآن ولا أنا أقدر أقول إن هي مريضة ولا لأ، ولا النيابة تقدر تقول هي مريضة ولا لأ، إلا بعد عرضها
على دكتور وعلى الطب النفسي يأكد مدى سلامة قواها العقلية واتزانها النفسي. ولكن حضرتك بتقولي انك معاك الأدلة اللي تثبت ان هي فعلا مريضة نفسية. حاجات هتساعد كتير. طب هل ينفع انك تفصح عنها؟ مفيش مشكلة. طب ايه؟ أول حاجة البنت دي لها أشقاء عددهم 4، إخواتها كلهم مرضى نفسيين وموجودين في البلد، ممكن حضرتك تنزلي تصوري معاهم وتشوفيهم. يعني أخوها الكبير مربوط من رجله كده بالسرير بقاله 10 سنين ويجيبوا له الأكل يحطوه قدامه، ولها إخوات ماتوا بسبب المرض النفسي، وتم تقديم مستندات للنيابة العامة تؤكد إن أشقائها كلهم مرضى نفسيين. طيب إيه السبب؟ والدها اتجوز بنت عمته، يعني في قرابة في الزواج بين والدتها ووالدها. ادي واحد، هو مش يعني مش حاجة يقينية، ولكن حاجة تثير الشك وتدينا يعني القدرة ان احنا نطلب عرضها على الطب الشرعي والطب النفسي. الطب النفسي غير كده، البنت دي بعد ما والدها توفى طلع لها مبلغ مالي بسيط، كم ألف جنيه لا يتجاوز أصابع اليد. الناس كلها، العيلة كلها اجتمعوا على إن هي غير قادرة على إن هي تمسك الفلوس أو تعرف الفلوس، وولوا واحد عليها بالمبلغ بيديلها كل أسبوع 200 جنيه وبيوديلها الأكل. ده مين ده بقى؟ اللي هو اكتشف القضية وبلغ عنها. يعني هو رايح يديها 200 جنيه والأكل، لقاها ذبحة الولد، راح جاي مبلغ. اللي بلغ ده وشاهد في النيابة ضدها ده مش أصدق واحد، صح ولا لا يا فندم؟ ده المفروض. فأقواله أكد إن هي مريضة نفسياً، فأقواله أكد إن زوجها كان بيضربها على دماغها كتير أثناء قيام العلاقة الزوجية قبل ما تقلع منه. أكد على إن هو طيل الفترة دي كلها بيديها مبلغ مالي 200 جنيه كل أسبوع وبيوديها الأكل. ده شهد اسمه الحاج محمود حسن حطروش، وشهد في النيابة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، الحقيقة بقى، الحقيقة عشان الناس، في بعض الناس ممكن ما تصدقش. طب أنا عايز أبهركم بقى، يعني أنتوا صدقتوا إن الست ذبحت الولد وقطعته وكلته، ومش مصدقين يا جماعة إن بقالها 5 سنين مفيش مخلوق بيصرف عليها؟ مش مصدقين يا جماعة إن العفش بتاع بيتها اتاخد منها وتنادات، وما حكم على زوجها بتبديد العفش عشان خد العفش منها مش لاقي حاجه تطبخ؟ ان عده سنين وهو ما بيصرفش على الولد جنيه. ده الكلام الحقيقي اللي الناس شهدت بيه والناس قالته، والناس طلعت جيرانها برضو على الفيسبوك قالوا كده. الست دي كانت بتروح لغايه تجيب اكل المواشي والبهائم تاكلوا. عدنا مره تانية، انا بعتذر جدا عن انقطاع البث. طيب استاذ احمد، النيابة أخرجت تصريح وأكدت فيه إن المتهمة كانت متماسكة ولم تنهار، وإنها قالت بنفسها أنا مش مجنونة، مش مجنونة. هو يا فندم، يعني أنا مستاء من تصريح النيابة بصراحة، ولا تعقيب عليه، ولكن تصريح أنا كمان بقول دي مجنونة. أنا عايز أسأل الناس كلها، هل الإنسان المجنون؟ معتذرة جدا عن انقطاع البث، أنا متأسفة. اتفضل. انا كنت بتقول انا كمان بصرح، وانا كمان بصرح مع اي حد عايز يصرح يصرح. احنا فعلا محتاجين دكتور. الفيصل بينا واللي نخضع لكلامه ولا نعقب عليه هو الدكتور. لما تتعرض على دكتور نفسي ويأكد هي سليمه او مريضه، كلنا نخشع ونستجيب لكلامه. كمان الجيران لسيدة الشرقية كلهم اجمعوا تقريبا ان هي حد مش سوي نفسيا، وان هي كانت موجودة في بيت مهجور. ويا ريت تنزلوا تصوروا البيت، تشوفوا البيت اللي مش آدمي، اللي ما فيش انسان يعيش فيه، هي كانت عايشة فيه ازاي. الجريمة دي مش اول مرة يا جماعة تتكرر، الجريمة دي اتكررت كتير قبل كده. وبرضو يعني المستندات كلها قدمت للنيابة العامة، واحنا لو ثبت يقينيا ان المتهمة مريضة فذلك يعد
مانعا من موانع العقوبة الجنائية، يعني مش هتتعاقب وهيتم إيداعها في أي مصحة وخلاص، ده اللي بنتمناه يعني. طب بعيدا عن قضية السيدة الشرقية، أنت يعني أنا ملاحظة إن أي قضية تهز الرأي العام يحاول المحامي بتاعها بكل الطرق إنه يطلع المتهم مريض نفسي، عشان كده ما بقناش نصدق لما يقولوا لنا إن فعلا المتهم مريض نفسي. يا فندم، هل المحامي دلوقتي بيقدم مستندات مزورة؟ هل بيجيب شهود زور؟ هل بيطمس حقيقة؟ ولا أنا بجيب الجيران الفعليين؟ هل بقول لك انزلي شوف اخواتها مرضى نفسيين ولا لا؟ وابوها متجوز ابن عمتها ولا لا؟ عايز حد من محافظة الشرقية كلها من اهلها او خصومها يطلع يكذبني. هل الزوج كان بيصرف على ابنه من سنين ولا لا؟ هل عليه احكام عشان واخد العفش بتاعها وبتنام على الارض ولا لا؟ هل فعلا كان في واحد متولي الانفاق عليها وانه يجيب لها الاكل لغاية البيت اللي هو بلغ عنها ولا لا؟ يا جماعة تحط نفسها مكان البنت دي قبل ما تقسو عليها هي كمان، لان انت يا اختي يا حنينة انت وهي عمرك ما هتكوني احن عليها على ابنها منها. طيب هل التحريات اثبتت ان الست دي كانت على علاقة بحد وبتقتل الواد عشان تتجوز ولا حاجة؟ لا، ست محترمة. كلنا يا جماعة ربنا يعافينا كلنا معرضين لان احنا نتعب. عدنا مرة تانية، انا بعتذر لك للمره الثالثه. لا على راسي. اتفضل. فكنا بنقول ان احنا بلاش ان احنا نحكم عليها، ان رب الحمد لله ان ربنا عافانا. انا كلامي ده لكل اخواتنا، مفيش حد يحكم عليها قبل ما تتعرض وتشوف هي سليمه ولا مريضه نفسيا، لان كلنا معرضين ان يحصل معانا كده. طب هي بالنسبه ان هي مثلت الجريمه وقالت انا عملت كذا عشان خاطر واحد اتنين تلاتة عشان عاقب والد الطفل وان هو ما بيصرفش عليه؟ لا يا فندم، لا يا فندم، ما قالتش كده، الكلام مش مظبوط فعلا. لا لا لا، ده هي قالت كلمه مش هنساها ابدا، بتقول انا قتلته عشان خايفه عليه، قلت احطه جوه بطني تاني. ومعنى ان هي مثلت الجريمه ده مش يعني مش شيء ياكد ان هي سليمه، بالعكس. طب ما احنا شفنا وذكرت قبل كده سفاحين كتير جدا، اتفرجت على فيلم فؤاد المهندس، السفاح اللي كان بيقتل الناس وبيعيش طبيعي جدا مع الناس، ولما يغنوا له الاغنيه بتاعت ماما زمانها جايه، الكلام ده واقع، ده حقيقي. المرض النفسي لا يمكن اكتشافه للاسف، هو غير معترف بيه في مجتمعاتنا، في المجتمعات العربيه. يعني بنقول مثلا روح لدكتور نفسي تحس انك انت بتشتمه، مش عيب. لا طبعا، لا طبعا. اي اسئله ثانيه تحت الرأي؟ انا متشكره جدا ليك، شرف ليا. وافدتنا فعلا في القضيه، واحنا فعلا محتاجين وبسرعه جدا، يعني احنا محتاجين نعرف فعلا هل هذه السيده مريضه نفسيا ولا استكمال بس عليك. اتفضل. لو طلعت سليمه هيتم عقابها طبقا لنصوص القانون. طب ولو طلعت سليمه هل حضرتك هتكمل في القضيه؟